بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله نشأت الآخرة. صدق الله العظيم. ثم الله ينشئ النشأت يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون إليه تقلبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده يعذب من يشاء
الله العظيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب ثم يوم القيامة
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوءة
في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي
أنشأها أول مرة. صدق الله العظيم. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
بل وهو الخلاق العليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر صدق الله العظيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون والصفا صفا فالزاجران زجرا فالتاليا إنما أمره إذا أراد شيئا إذا
شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصفا صفا فالزاجران زجرا فالتاليا ذكرا إن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إليه ترجعون. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصفات صفا فالزاجرات الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء من كل شيطان مارد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إنا زينا السماء الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من
ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم إنا خلقناهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قال لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة اجعل والدنا الغالي في جنات ونهر وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وأحزاننا يا رب العالمين اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره أيها السادة نحن في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم ايات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها على مسمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني العالم الاذاعي
الشيخ الذي تسعدون به قريبا عبر موجات اذاعه القران الكريم بقران الفجر. ان قران الفجر كان مشهودا. فضيله الدكتور محمد سالم عامر قارئ بجامع الازهر الشريف بمدينه القاهره. اذيعت لكم على اكبر مكبرات الصوت العالمية والمحلية والمعرض الفني الحديث. اطلب محلات ومخازن عميد فرشت البحيرة الاول الباشمهندس ابراهيم محمد خشب. الباشمهندس ابراهيم محمد خشب المقيم بإصلاح ابو حجاج. تتقدم الاسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير في كل من وساهم في هذا العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.